نقول من دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفل اليوم بتوشيح مستخدمي وأطر المؤسسة الذي أنعم عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بأوسمة ملكية شريفة. اليوم هو شرف لنا، إضافة الشرف اللي حضروا به الإخوة، شرف كبير لأن الوسام كنعرفوا كاين وسام الشوط وكاين وسام الملك، هذا وسام ملكي، هذا دليل على المجهودات اللي قدموا الإخوان. حنا كنتواجدوا اليوم باش كنحتفيوا بالإخوان ديالنا اللي تشرفوا بهذا الأوسمة الملكية السامية اللي تفضل بها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، وهذا عربونا على الثقة المولوية اللي كيوضعها في المؤسسة ديالنا اللي هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظرا للمكانة التي أصبحت تحظى بها لا على الصعيد الوطني ولا كذلك على الصعيد الدولي. الخدمات الجليله اللي كيقدموها هاد الاخوات والاخوان اللي تحالوا على التقاعد واللي كانوا اللي كاين مازال باقيين نشيطين واللي خداو هاد الاوسمه، هذا عربون على الاجتهاد ديالهم، على الكفاءه ديالهم، وعلى انجاح جميع الاوراش اللي فتحتها الاداره العامه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك المشروع الملكي الكبير الا وهي توسيع الحمايه الاجتماعيه. وحنا عندنا الثقة الكاملة على أن هاد الأخوات والإخوان الجميع وجميع الأطر ومستخدمي ديال الضمان الاجتماعي غادي ينجحوا هذا الورش الملكي الكبير، والحمد لله على أن المؤسسة ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبحت تحظى بواحد ثقة كبيرة لدى المواطنين نظرا للمجهودات اللي كيقوموا بها، وكذلك الخدمات التي أصبحت مشهودة لدى كافة المواطنين. كل وكاله وكل فورماسيون دو طرافاي ديال لا سانسيس الا وكتقدم الخدمات للمؤمنين وكذلك المشغلين اللي كينتميو واللي منخرطين لهذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اذا كنقولوا للاخوان هنيئا لكم بهذه الاوسمه، وهنيئا لنا كاسره ديال الضمان الاجتماعي، لحقاش عندنا الحمد لله اطر كفأة اللي غتحمل المشعل ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتنجح جميع الاوراش اللي كتهم هذا الوطن ديالنا العزيز، وحنا دائما جنود مجنده وراء صاحب الجلاله نصره الله لانجاح اي عمل واي مشروع اللي كيخدم المصلحه ديال الوطن وديال المواطنين. فرحانه وفخوره جدا لهذا التكريم بالحصول على وسام من طرف جلاله الملك محمد السادس نصره الله، وأشكر بهذه المناسبة الضمان الاجتماعي بكافة أعضائه من المدير العام إلى جميع الموظفين على السنوات السعيدة التي قضيتها هناك من 1985 حتى 2018، والحمد لله المسار ديالي داز بخير وعلى خير، وهذا المؤسسة كنفتخروا بها وكنفتخروا بهذا التكريم اللي دارت لينا. اليوم الحمد لله تشرفنا بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي وشحنا بوسام ملكي اللي دعم علينا به صاحب الجلالة الله ينصرو، وهذا اعتراف كبير من الدولة والإدارة بطبيعة الحال على المجهودات اللي قمنا بها خلال المشوار ديالنا طيلة المشوار ديالنا اللي الحمد لله داز على احسن ما يرام، والحمد لله. وكنشكروا صاحب الجلاله وتنشكروا الاداره ديالنا اللي اعترفت لنا بهذه المجهودات هذه كافه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.